في عنا نحن سيمتيوس إكستريم مسكرة، واللي إحنا بنسميها هي الإكستريم أفضل مسكرة عنا، لأنه هاي المسكرة هاي بتعطي فوليمايزنج وبتعطي بنفس الوقت سبرت لكل اللاشز، وبنفس الوقت لون الكلر اللي فيها ليكويد هو بنسميه بلاك ذان بلاك، أو أسود أكتر شيء أو لون فحمي فيها موجود. الطريقة اللي بنحطها فيها هي اسمها كيرف كنترول أو التحكم بالتقوس، عشان نعطي تقوس أكتر لللاشز ونعطينا إنه هي مبينة أكتر. نيجي نحنا بنبلش بالمنطقة من فوق، أربع خطوات، أربع ضربات، وأربع ضربات من تحت، ونيجي نحنا بنعمل له هولدينج لمدة 5 ثواني لحتى يعطينا أكتر باللاشز. نفس القصة هون بنعملها 4 خطوات وأربع ضربات من تحت، وبنعمل هولدينج لللاشز عشان يعطينا كيرف أكتر وسبرت لكل اللاشز بنفس الوقت. هلا نحن بنحط البلاش، البيور كلر بلاش. البيور كلر بلاش في عنا احنا بإستلودر طريقة اللي اسمها ناتشرال بلاش، طريقة بالعادة بيحطوه بالعكس،